لطيفه تقول لنا على الجماعه المحمديه؟ جماعة المحمدية كنشوف بأن كاين مشكل تاع الكومبورتمون تاع الناس قبل كل شيء. أننا ما كنتعاملوش مع المواضيع بشكل حضاري وما كنناقشوش بشكل حضاري، وتنديرو الجانب الفوضوي والحساسات الشخصية كنديروها على كتولي فوق مصلحة المواطنين، لأن مصلحة المواطنين كتطلب النقاش بهدوء ونحاولوا نفهموا وجهه نظر. لان انا الا جيت ندوي نقول الرئيس فاسد، شنو هي الحجج اللي نتوما كتجيو؟ كنشوف ان كاين هجومات كثيره غراتويت، زعما بنادم كاين ورق قدامي خصني نناقشه، ما كنمشيش للشخص. انا كنناقش الورق ما كنناقش الشخص، حنا كنجيو نناقشوا الاشخاص، وراه هذا هو المشكل. ما حد الناس ما دايرش مصلحة الساكنة فوق كل شيء، وما كتمشيش للورق أولا. كتشوفوا تغطى دخلت زعما سيو الكازوزي تاع المعارضة، كنقرا الورق، كنتفق ولا ما كنتفقش، ما كناخذش أنني نعاير ونصيح ونغوت أو أو أو. حنا ما كندخلوش بزاف، لأن كنقولوا ما نضيعوش الوقت نتاع هذاك شخص واحد كيقول كيوصل الفكرة نتاعنا وصلات، ولكن باش نجيو باش نتحاربوا. هذا هو المشكل اللي كنعاني منه انا في الجماعه، ان الناس كتجي اولا تحارب وكتهضر على مصلحه الساكنه مصلحه الساكنه، وهي متاطيه جواد الحرب ماشي جواد الورق. قرا لي الورق، ناقش معايا الورق. وكاين تدخلات اللي كتكون صحيحه، ولكن للاسف اغلبيه التدخلات كتكون شخصيه، فما حدنا كنشخصنوا التدخلات، ما غاديش نمشيو بالمدينه البعيد. هذه من جهه، من جهه اخرى انا لحد الان كنعيب على الرئيس شيء واحد، انه ينزل البرنامج عمل جماعه نتاع العمل الجماعه الباك يتنزل ويتحط ويتدرس. احنا شفناه وقلنا هذه بادره طيبه، البرنامج بحد ذاته الا تطبق المدينه غتكون بخير، ولكن خصو يتنزل وبتواريخ ديد لاين. هذا البرنامج غادي يتهدك باش، لان باش نحسوا براسنا كنديروا شي حاجه، لان لحد الان راه حنا ما درنا.